أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشرق عبر قناة سما الفضائية. أناقش في هذه الحلقة ضيوف يتحدثون عن طبيعة الصراع الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هل تحدد هذا الصراع ليبقى فلسطينيا إسرائيليا بعد أن كان عربيا إسرائيليا؟ ومن ثم نناقش في التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وفي فلسطين المحتلة بشكل عام. كيف يبدو هذا الجيل الجديد الذي يواجه الإسرائيليين؟ ما هي ملامح هذه المرحلة؟ وكيف يمكن أن توصف بلسان أهلها؟ ما الذي يمكن أن نقول عنها عن طبيعة المرحلة الجديدة التي وصلت إليها التطورات في فلسطين المحتلة؟ وما هو دور المحور؟ هل هنالك مبالغات إعلامية سياسية أو حتى من أطراف تنضم إلى هذا المحور في أن الصراع الآن القائم هو لجهة المقاومة أكثر منه الكيان؟ ومن ثم أتحدث عن الداخل الفلسطيني لجهة الإسرائيليين، هل فعلا يتأزم الإسرائيليون في الداخل كما يشاع؟ أم أن الموضوع هو موضوع اختبارات فقط وأن التحالفات الإسرائيلية الغربية باتت تتكرس أمرا واقعا يعطي القوة لاستمرارية هذا الكيان؟ أناقش في التطورات الإقليمية وانعكاسها على القضية الفلسطينية وما مدى تأثر الفلسطينيين بهذه التطورات، لا سيما الأحداث التي جرت في المنطقة العربية وتحديدا في سوريا وإيران. أهلا بكم إلى هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. ومعي عبر خدمة سكايب من برلين الدكتور سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. مساء الخير دكتور دودين. تحياتي دمشق، تحياتي للزميل العزيز. أهلا وسهلا. ينضم إلينا أيضا بعد قليل السيد فيصل عبد الساتر الإعلامي والصحفي اللبناني. مشاهدينا الكرام، أبدأ الحوار بعد الفاصل. إذن أستاذ خالد عبد المجيد، ثلاثة محاور نناقشها ضمن هذه الحلقة. أبدأ من التطورات الحاصلة في الداخل الفلسطيني، على ما يبدو شيء ما ممكن أن يقال ويتحدث عنه. نتحدث عن الضفة الغربية، عن فلسطينية 48، عن طبيعة مواجهة جديدة. ما الذي يمكن أن نقرأه في تحليل الأحداث الأخيرة ضمن هاتين البقعتين الجغرافيتين؟ في البداية تحية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. أهلا وسهلا. في هذا المجال نود أن نشير أولا أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو صراع إرادات، صراع إرادي بين الشعب الفلسطيني وقواه الحية وبين الكيان الصهيوني. ومنذ معركة سيف القدس ونتائجها تحولت الأمور بالاتجاه في حالة النهوض الوطني الشعبي الشامل، وتوحدت الجبهات في مواجهة الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 وفي المخيمات والشتات. وحدة الشعب الفلسطيني هذه أدت إلى تصعيد هذه المواجهات. الانتصار الذي تحقق في معركة سيف القدس أدى إلى نتائج إيجابية في حالة النهوض، وبالتالي لاحظنا منذ العام الماضي لغاية الآن عملية النهوض في المواجهة والمقاومة للاحتلال زادت من خلال العمليات الفردية، من خلال المواجهات الشعبية، من خلال وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، من خلال هذا الدور الذي شهدناه في الأيام والأسابيع القادمة في ذكرى معركة سيف القدس. ولذلك صراع الإرادات هذا سيستمر، ونحن نعتبر أن
الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والخطوات والإجراءات التي يتخذها الاحتلال ليست نابعة فقط عن قوة، إنما نابعة عن خوف وقلق وعجز وفشل. فشل الاحتلال الصهيوني في فرض إرادته على الشعب الفلسطيني، وبالرغم من الآلاف التي حصل في مسيرة الأعلام والتي حشد فيها الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس لوحدها 3000 شرطي ورجل أمن، بالإضافة إلى الاستنفار الكامل الذي حصل في أرجاء فلسطين والقبة الحديدية، إلا أن كان هناك حال من الإرباك والتخبط الذي عاشوا هذا الكيان. أفهم هذه الجزئية من فضلك فيما يتعلق بملاحظة زيادة الاستفزاز، زيادة أيضا الممارسات الإسرائيلية بالآونة الأخيرة. هذه الممارسات لم تتوقف يوما، ولكن من الملاحظ أن عدسات الكاميرا بدأت تلتقط مزيدا من الاستفزازات حتى من المتطرفين المتواجدين. نعم. إذا كان في بحط الأقصى أو في القدس القديمة أو حتى في المدينة كاملا، ما هو تبرير هذا الاستفزاز الواضح حتى من قبل المدنيين والمستوطنين الإسرائيليين؟ لا يوجد تبرير لهذا الاستفزاز. المجتمع الصهيوني بمجمله مجتمع متطرف، ليس فقط الحكومة أو الأحزاب اليمينية، المجتمع الصهيوني مجتمع متطرف، ولذلك يقوموا بهذه الاستفزازات لأنهم يعني بدأوا يقتنعون أن معركتهم معركة وجودية، والعديد من القيادات الصهيونية من القيادات التاريخية مثل إيهود براك، مثل جنرالات متقاعدين سياسيين وعسكريين، باتوا يعتقدوا أن موضوع زوال إسرائيل، موضوع استمرار وجود هذه الدولة العنصرية في إسرائيل نتيجة المقاومة الفلسطينية والمواجهة الوطنية الفلسطينية، نتيجة ما يقوم به الإسرائيليين من عنصرية وجرائم، نتيجة صمود وانتصار محور المقاومة، خلقت معادلات تهدد هذا الكيان وتؤكد أن إسرائيل لم تعد كما كانت في السابق، بغض النظر عن قدراتها النووية وقدرة جيشها والتكنولوجيا التي تملكها يملكها جيش الاحتلال الصهيوني. ولذلك هذا الأمر أعطى أمل جديد للشعب الفلسطيني، أعطى أمل للأمة، لأننا نحن كفلسطينيين معركتنا مع هذا الاحتلال معركة، وحربنا ومواجهتنا مواجهة قومية. نحن في الخندق الأمامي للدفاع عن فلسطين وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مواجهة مشروع صهيوني كبير للمنطقة، وهذا المشروع منذ 48 وهم يحلمون من الفرات إلى النيل، لكن هذا ورغم التطبيع الذي حصل، لكن هذا المشروع بدأ يترنح أمام حالة الصمود الوطني والمحيط لدولة الكيان. في وجهات نظر أخرى سيد خالد عبد المجيد أطرحها في هذه الحلقة، لكن أخذ رأي ضيفي من ألمانيا دكتور سعيد دودين فيما يتعلق بوضع إسرائيل الآن، بمعنى أنه البعض يرى أن تحالفاتها مع الغرب قد ترسخت أكثر، أن قوتها العسكرية قد زادت أكثر، وبالتالي تمكنها من أن تبقى محتلة لفلسطين المحتلة أساساً من قبلها قد زادت، بمعنى أسست لمرحلة مع الغرب ومع الولايات المتحدة متينة كسبت من خلالها الكثير من الفوائد التي تبقيها. هل فعلا هذا واقع الحال؟ الزميلة الكريمة، أنا أشارك الصديق العزيز الرأي بأن هذه صراع إرادات. أي إرادات؟ صراع إرادة المحتل العثماني التركي التي استمرت 4 قرون وعامين، من عام 1516 لعام 1918، ونشأ التحالف الذي نشأ عام 1840 عندما حاول العرب لأول مرة تحرير أراضيهم من الاستبداد العثماني التركي، تكون التحالف من الدول الاستعمارية بعد مؤتمر لندن في يوليو عام 1840، الدول الاستعمارية والعثمانيين الأتراك، و كلفوا الجنرال الألماني أغسطس يخمص الذي أصبح فيما بعد وزير خارجية وحربية ألمانية باحتلال دمشق، وتم احتلال سوريا
وأعلن المشروع الاستعماري من التحالف الثلاثة العثمانيين الأتراك والدول الاستعمارية، وأعلن مشروع تحويل جنوب سوريا إلى مستعمرة عنصرية خلف قناع دولة اليهود. هذه إرادة. الإرادة النقيضة لهذه الإرادة، هذا التحالف قائم ليومنا هذا. هذه معركة بين القوى الوطنية المتموضعة في خندق التصدي للفاشل المحتل، مدعومة من حركة السلام العالمية ومن كل القوى بشكل أساسي طبعا من الشعب في الجمهورية العربية السورية التي هي فقط الجزء المحرر من وطننا سوريا، ومدعومة من القوى الوطنية وحركة السلام العالمي من جانب، وبين تحالف فاشي عالمي الحركة الصهيونية العالمية والنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي الذين يعتبرون مستعمرة الصهاينة أهم قاعدة لهذا الحلف من أجل شن استراتيجيتهم، وهي الهيمنة الكونية يطلقون عليها النظام العالمي الجديد، والبنية البشرية لهذه القاعدة تمكن حلف شمال الأطلسي من إرسال 10,000 مرتزق إلى جورجيا، 18,000 مرتزق إلى أوكرانيا، وزمرة من المرتزقة للمشاركة في الحرب ضد الشعب اليمني. طيب. البنية البشرية لهذه القاعدة العنصرية الفاشية هي أهم قاعدة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي الذي يعتمد استراتيجية. طيب وضحت. نعم. كلمة أخيرة، استراتيجية خوض حروب دون خسارة جندي، أي بمساعدة مرتزقة بشكل أساسي، ومستعمرة العنصريين الصهاينة هي أهم قاعدة لهؤلاء المرتزقة. طيب إذن من وجهة نظر ضيفي دكتور سعيد دودين بأن هذا التحالف ليس قديم، الموضوع أكبر من ذلك بكثير، والتحالفات أيضا قديمة وإن لبست وجوه جديدة، لكن أود أن أسأل في المرحلة التي وصلنا إليها الآن فيما يتعلق ببنية كيان الاحتلال ومدى ثباته على أرض فلسطين المحتلة، استنادا إلى عدة عوامل أيضا وعدة تطورات حصلت، إذا كان الحرب على سوريا أو حتى التمدد التركي، الوجود التركي والنفوذ التركي الجديد، بغض النظر أيضا عن كل الممارسات الأخرى التي تجري من بعض الدول العربية. وهي وجهة النظر الثانية اللي بدي أطرحها على حضرتك أستاذ خالد، إلى أي حد هذا الوضع الجديد أبعد المقاومة نوعا ما، أبعد هذا المحور عن قضية فلسطين الأساسية، جعله ينشغل بالحروب الأخرى، وربما باتت رقم 2 أو رقم 3 في أولوياته، هل هذا صحيح؟ أم أن الصراع كامل ومتكامل؟ أولا لابد من التأكيد أن الصراع صراع كامل ومتكامل، صراع عربي صهيوني، صراع أمة مع هذه المستعمرة وهذه المستوطنة الصهيونية التي سموها إسرائيل. لا شك أنها كان لدى هذا التحالف الغربي الصهيوني الرجعي حتى كان لديه رؤية أنه من خلال ما سمي بالربيع العربي وتدمير الدول الوطنية ودور أمريكا وحلفائها في المنطقة في هذه البؤر الإرهابية وإشغال سوريا والعراق واليمن ولبنان وكل المنطقة خلال 11 عاماً يستطيعون أن يحققوا أهدافهم، ومن ضمن أهدافهم ومن أولى أهدافهم هو يعني المشروع الصهيوني في المنطقة. هذا الأمر لم يتحقق نتيجة صمود محور المقاومة، نتيجة هذا الترابط الوطني والقومي بين القضية الفلسطينية ومحور المقاومة وشعوب المنطقة. نعم تراجع في فترة العشر سنوات نتيجة أن الدول الوطنية في سوريا في العراق في كذا في المنطقة انشغلت بهذه المواجهة الكبيرة للمخطط الأمريكي، مخطط الشرق أوسط الجديد، واعتقدوا واهمين أمريكا وإسرائيل أنهم يستطيعوا أن يبعدوا
شعوب الأمة، يبعدوا الدول الوطنية عن هذا الصراع العربي الصهيوني. وللأسف الشديد حتى لدينا نحن كفلسطينيين قزموا الأمر أنه صراع فلسطيني، ولا زال البعض يقول أنه صراع فلسطيني إسرائيلي. نحن نقول أن هناك ترابط بس بجزئية من الجزئيات هو أصبح كذلك في الواقع، أصبح كذلك لأنه حصلت ما إحنا بنعتبر ما جرى في سوريا من ضمن أهم أهدافه هو محاولة الوصول لتصفية القضية الفلسطينية. لذلك نحن في فصائل المقاومة هنا منذ اللحظة الأولى أكدنا موقفنا الثابت إلى جانب الشعب السوري، إلى جانب الدولة السورية في مواجهة هذه المؤامرة. واستطاعت سوريا وحلفائها أن يفشلوا أكبر مشروع أمريكي صهيوني في المنطقة، وهو مشروع الشرق أوسط الجديد. الآن بعد هذا الصمود، رغم كل ما حصل من خسائر ودمار، بعد هذا الصمود وهذه الانتصارات التي تحققت وعدم قدرة الولايات المتحدة على كسر هذه الحلقات في محيط فلسطين، عادوا ليحاولوا الالتفاف مجددا عبر خطط جديدة، سواء تشارك فيها تركيا تارة أو تشارك فيها إسرائيل وأمريكا بالجنوب والأردن وأطرافا أخرى، لإعادة يعني تشغيل القوى الإرهابية واستفزاز واستنزاف وإرباك سوريا من جديد. نحن نعتبر أن هذه المعركة مترابطة، ونعتبر أن هذا الترابط في المعركة في مواجهة الكيان، نحن في الخندق الأمامي للمواجهة، ويجب هذا أن يتصاعد. والآن قوى محور المقاومة وضعها أفضل مما كان عليه بالسابق في تعزيز وتدعيم قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، لأننا نعتبر أنه لا يمكن أن يحصل استقرار في المنطقة لا بسوريا ولا بالعراق ولا بلبنان ولا بإيران ولا بإيران دون أن يتم كسر هذه الحلقة اللي اسمها الكيان الصهيوني. لذلك نعتبر أن الترابط ازداد، واستمعنا قبل فترة للمواقف التي صدرت سواء من سماحة السيد حسن نصر الله أو من إيران أو من سوريا أو من اليمن. هذا الترابط في أي معركة قادمة، بغض النظر عن أن البعض يحاول أن يقلل من أهمية ذلك، نحن نعتبر أن المعركة مترابطة. وإسرائيل بدأت قلقة، ونحن نتابع ماذا يقول الإسرائيليين ومراكز أبحاثهم. إسرائيل بدأت قلقة من الفعل الفلسطيني الذي تنامى ونهض من جديد، قلقة من الأوضاع المحيطة والتي بدأت تطلق مواقف واضحة وتستعد للمعركة الفاصلة أو للمشاركة في أي معركة، لأنها معركة واحدة. هل سيكون هناك معركة فاصلة واحد اثنين؟ تقول أن هناك من يقلل من إمكانية الجبهة الواحدة إذا كان حزب الله، سوريا، إيران أو اليمن، لكن لديهم معطيات من يتحدثون بذلك، أنه حتى على المستوى الاقتصادي ما كان هذا التكامل، حتى على المستوى السياسي ما كان هذا التكامل. هنا أطرح هذه النقطة بعد هذا التقرير من فضلك، ولو يسمح لي سادة المشاهدون وضيفي من ألمانيا أيضا. في إسرائيل باتت الإقامة محفوفة بالمغامرة، فالجسم الغريب فشل في التحول لدولة، وبات الجيش هو الدولة. أما أكبر تهديد لإسرائيل فهم الإسرائيليون أنفسهم. بعد معركة الأعلام، المشهد اليومي في القدس بات يلخص معادلتين: أن الفلسطينيين لا يريدون لساعاتهم أن ترجع عقاربها لما قبل سيف القدس أيار مايو العام الفائت. فصباحات الأقصى اليومية باتت تشير إلى معركة ليست أقل من معركة يحتاج لأجلها الكيان جلب 3000 جندي لحماية علمه، أو لنقل معركة كسر إرادات، والرابح من ليس في مأزق. إسرائيل لم تعد تستطيع التعامل مع ساحات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على أنها ساحات منفصلة، وأن بإمكانها الاستفراد بكل منها على حدة. فقد بات على الاحتلال منذ معركة سيف القدس التعامل مع كامل مساحة فلسطين المحتلة على أنها ساحة اشتباك واحدة. في المقابل ترد إسرائيل على أي إخفاق على طريقة العقاب الجماعي للفلسطينيين، والتي كان آخرها نحو 60 عملية هدم واستيلاء على الممتلكات ومنشآت
ومنازل المقدسيين. عقابات إسرائيلية تعكس مدى التخبط حتى بين الأحزاب الإسرائيلية نفسها، التي كان آخرها فشلا في تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية الذي يطبق على الفلسطينيين، فيما يستثنى منه المستوطنون الصهاينة. مراقبون يرون أن كيان الاحتلال لم يستطع ردع خصومه لا في الداخل ولا في الخارج، وما دلل على ذلك المناورة البهلوانية الأخيرة التي عرفت باسم مركبات النار أو مسيرة الأعلام. ضمن التحليلات حتى والتقديرات الإسرائيلية بشكل سنوي فيما يتعلق بمن هم الأعداء، ما زالت إيران ضمن هذه التقديرات السنوية، وما زال أيضا حزب الله على رأس القائمة. عدة عوامل تحدث عنها إسرائيليون ومحللون عسكريون واستراتيجيون عن أن إسرائيل الآن باتت بحالة مختلفة جدا عن حالاتها السابقة لعدة عوامل. أسأل ضيفي من ألمانيا عن هذه النقطة، ونستشهد ببعض مما قاله الإسرائيليون أنفسهم. طبعا المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس يقول: إسرائيل مكان ستغرب شمسه وسيشهد انحلالا، وخلال سنوات سينتصر العرب وسترى اليهود كما يقول إما مطرودين أو مقتولين. بهذا الاتجاه كثير من التصريحات، إذا كانت من سياسيين من مثقفين أو من عسكريين، بتنا نسمعها بين الآونة والأخرى من قبل الداخل الإسرائيلي. ما الذي يجري إذن في الداخل الإسرائيلي دكتور سعيد دودين؟ الزميلة الكريمة، هناك اتجاهين في السياسة. هناك الاتجاه تحالف بين النازيين الجدد ومستعمرة الصهاينة. هذه المستعمرة تستطيع الاستمرار فقط لأنها تحصل على سبيل المثال شهرياً على 10.5 مليون دولار من الولايات المعتدية أو المتحدة الأمريكية كما تسميها، ولكن هذا المبلغ هو فقط 7.9% من المبالغ التي تسطو عليها الإدارة الأمريكية من ثروة العرب. بدون ألمانيا دفعت من عام 1953 لغاية الآن 186 مليار. الجريمة الأخلاقية والسياسية في القيادات الألمانية أنها تسخر ضحايا النازية من أجل تمكين المستعمرين الصهاينة من عمليات إبادة جماعية. وأنا آسف جدا لأن الإعلام العربي لا يتطرق إلى الحقائق المركزية. على سبيل المثال، أي إعلام عربي يتطرق إلى الحقيقة أن في صفوف الجيش النازي قاتل 160 ألف جندي يهودي الديانة. هناك ضابط عميد في مستعمرة الصهاينة كتب كتاب هتلر جويش سولجرز، وباستطاعة، وهو عميد في الجيش الصهيوني، باستطاعة من يريد الاطلاع عليه ويعلم بنية هؤلاء 160 ألف وبما فيهم 27 جنرال وأدميرال. والخطير في الأمر أن الرئيس الأمريكي أمر في أكتوبر عام 17 أكتوبر 1945 بنقل 100 ألف من هؤلاء الجنود اليهود النازيين على سفن أمريكية بسلاحهم وعتادهم، وهم شاركوا في أول حرب توسعية ساعات بعد ما يطلق عليه قرار التقسيم يوم 29 نوفمبر 47 إلى 49، وقاموا باحتلال 22% من الأراضي الفلسطينية خارج نطاق المنطقة التي تم السطو عليها خلف قناع. أي من 160 ألف جندي تم نقل 100 ألف جندي يهودي نازي وهم شاركوا في أول حرب توسعية. لا يتطرق الإعلام. واسمحي لي بمثل فعلا مقدس. على سبيل المثال، هناك عشوائية تدعى قطر، لديها
الجزيرة أعتقد اسمها، يتم تسويق مجرم صهيوني كمرجعية أخلاقية عالمية يدعى إلي ميزل. باستطاعتك الاطلاع على هذا البرنامج المقزز ون باي ون بحلقتين، وهذا إلي ميزل الذي يتم تسويقه ناجي من المحرقة وعميل النجين، هذا إرهابي من منظمة الإرجون لم يعتقل ساعة واحدة في حياته، بل كان هو محرر في صحيفة الإرجون الفاشية تدعى زيون إمكام. يتم تسويقه في الإعلام العربي كمرجعية أخلاقية. وهناك لا أريد أن أتطرق إلى المزيد من الأمثلة. أنا على قناعة بأن النص القادم وأبطال الوعد الصادق أثبتوا ذلك عام 2000 وعام 2006 في معركة غير متكافئة على الإطلاق، أن والبطولات الأسطورية لحماة الحضارة الإنسانية والسلام العالمي في الجيش العربي السوري تجاه عدوان فاشي ثلاثي عالمي تثبت أن النصر ممكن وأن النصر قادم، ولكن هذا يتطلب بنية فكرية، بنية تنظيمية استراتيجية واضحة المعاد ونضالات يومية. سوف أتحدث أيضا في القسم الثاني عن سوريا، أين هي الآن مع التهديدات التركية القائمة والخطر التركي القائم؟ لكن أنهي الملف الفلسطيني بهذه النقطة. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الإعلامي والكاتب فيصل عبد الساتر من لبنان. أستاذ فيصل مساء الخير. أهلا وسهلا. إذن نتحدث عن إمكانية أن يكون مواجهة شاملة مع الكيان، سبق وأن عقدت عدة مؤتمرات بهذا الخصوص، إذا كان لجهة الخطاب الإعلامي، لجهة التعاطي مع الأزمات المتعلقة بالعدو. الآن أين نحن الآن من هذه المواجهة، المواجهة الشاملة؟ أين دول المحور منها؟ يعني اولا يعني لابد من القول ان ثمه يعني تحركات كبيره على هذا السياق تفيد بان هناك شيء ما قد يحدث. هل هذا سيحدث قريبا؟ هل سيحدث بعد فتره وجيزه؟ ام انه قد يؤجل الى اشهر قليله معينه بانتظار التطورات الكبيره على مستوى ما يحدث في العالم؟ لكن في كل حال، في كل مره يرصدنا الشعب الفلسطيني بعناصر المواجهة من جديد وبعناصر تذكرنا أن هذا الصراع لا بد له أن يأخذ مداه، لأنه لا يمكن أن يكون صراعا آنيا أو صراعا موسميا أو صراعا له علاقة بالحدث السياسي. ما يحدث في فلسطين المحتلة من بعد معركة سيف القدس في العام الفائت إلى لحظتنا هذه يشي بأن هناك قلقا كبيرا بات يعيشه الكيان على مستوى الوجود، وهذا ما يصرح به القادة الصهاينة. ثمة أيضا ما يحدث الآن باتجاه لبنان من جديد، وصول السفينة التي تريد أن تبحث وتنقب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها، وحتى الآن لم يتم الاتفاق بالرعاية الأمريكية والأممية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. يعني ربما هذا الأمر أيضا ينذر بمواجهة حتمية قد تكون قريبة إذا ما يعني أصر العدو على ما يريد القيام به. وأيضا لا ننسى أيضا أن مناورات عربة النار التي يعني جرت في الأيام القليلة الماضية كان جزء منها في داخل فلسطين المحتلة بمحاذاة لبنان، والجزء الآخر والأهم والغريب في قبرص، وهو يحاكي عمليات ممكن أن تكون في الداخل اللبناني باعتبار أن قبرص شبيهة جدا بالتضاريس اللبنانية، وهذا ما كشفت عنه القنوات الإسرائيلية المتعددة. ما يعزينا دائما في أننا نقول أن العامل الفلسطيني هو عامل متقدم اليوم، عامل دول محور المقاومة باعتبار أن إيران تشكل الرأس الأساسي وسوريا أحد محطاته المفصلية والعراق أيضا، يعني إضافة إلى لبنان. ممكن أن يكون هذا الأمر بمثابة عنصر القوة الوحيد الذي ممكن أن يواجه. إلى أي حد يمتلك يعني عنصر القوة الوحيد كما سميته، إلى أي حد يمتلك أدواته للمواجهة في المرحلة القادمة، وهو الذي أساسا لديه مشكلات داخلية؟
طبعا يعني ما تتصدرين به لا يمكن لأحد أن يعني يشيح البصر عنه، باعتبار أننا كلنا في هذه المنطقة الآن منشغلون بساحاتنا الداخلية، وصولا إلى يعني إلى الهم المعيشي لكل مواطن في هذه الدول سواء سوريا أو العراق أو لبنان. طبعا يعني إيران قد تكون مختلفة نوعا ما بهذا الإطار، إذ أنها دولة غنية ولها موارد كثيرة واعتادت على هذا النوع من العقوبات منذ 40 عاما، ونحن نعيش اليوم ذكرى رحيل الإمام الخميني وإيران تتقدم إلى الأمام، في حين أن دولنا للأسف الشديد تغرق في مشكلاتها. هل هذا يعني أنها لا تستطيع أن تستعمل أدوات المواجهة؟ وهي أدوات ليست بالقليلة على الإطلاق، لأن الحرب لن تكون تقليدية بالمعنى السائد للكلمة أو بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. عناصر القوة الموجودة لدى الدول محور المقاومة فيها من الصواريخ ما يصل مداه وعمقه إلى داخل الأراضي المحتلة، وهذا بحد ذاته كفيل بأن يزعزع كل عناصر القوة لدى العدو الإسرائيلي. لم تعد الحرب إغارة بالطائرات أو تفوق بالطائرات، نحن الآن نستطيع أن نستعمل طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة، ولدينا المهم أن يكون هناك قرار واحد في هذا الإطار، وأن لا يكون هناك خيانة وتآمر من الدول العربية كما جرى في 2006، ويعني الأستاذ سعيد استشهد بمثل هذا الأمر في سياق حديثه وحواره مع حضرتك الآن، تحدث عن 2006 وما تركته من آثار كبيرة على المستوى المعنويات. اليوم العدو الإسرائيلي ليس من فراغ عندما نقول أنه يعيش حالة من الخوف، نعم يعيش حالة من الخوف، وهذه المناورات إنما هي أيضا رفع للمعنويات للجانب الإسرائيلي. كنا نرى يعني كيف أن قطعان المستوطنين الذين هددون بمسيرة الأعلام تبخرت مسيرتهم وتحولت إلى مسيرة أشبه بالمسيرة الهزلية قياسا بالوعود التي أطلقها المتطرفون الصهاينة وعلى رأسهم يعني بن غفير وغيره من الشخصيات الأخرى. وحتى أن بنت الذي يعني حاول أن يهنئ المستوطنين على ما قاموا به بمعنى من المعاني كان لا يصدق نفسه أن المسيرة قد حصلت بالفعل رغم كل التهديدات التي كانت موجودة. إذن هذا تحول نوعي في أن هذه المسيرة التي كانت يدأب عليها الصهاينة منذ سنوات طويلة وكانوا يفعلون ما يفعلون ويقتحمون المسجد الأقصى، هذه المرة كان العلم الفلسطيني يرفع عبر طائرة مسيرة فوق المسيرة الصهيونية. نعم. هذا أيضا بحد ذاته يجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار كسلاح قوة وعنصر قوة في هذا السياق. اليوم نحن نعيش الذكرى 40 لاجتياح العدو الإسرائيلي للبنان، واليوم تتكشف المزيد من الوثائق باعتبار أن مرور الزمن دائما يسمح بكشف الكثير من المعلومات التي كان يريد الصهاينة يعني تنفيذها في لبنان، ومنها يعني القضاء على الفلسطينيين بالكامل، القضاء على الشعب الفلسطيني وترحيله من لبنان بمساعدة بعض الأطراف اللبنانية. أعتقد أن مثل هذا الكلام ومثل هذه الوثائق سوف تعيد النقاش من جديد حول يعني ما كان يدور في الكواليس من بعض القوى التي كانت تناصر العدو الإسرائيلي، وما أكثرها اليوم تحت شعارات متعددة. يعني نحن نرى اليوم أيضا حالة من الهرولة غير طبيعية في مقابل ما يريده العدو الإسرائيلي. نعم، شكرا. شكرا الأستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة الهاتف من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. عدة نقاط ذكر الأستاذ فيصل فيما يتعلق بطبيعة الصراع والمتغيرات التي حصلت. أنا سأنهي هذا الملف مع حضرتك لأنقل إلى الوضع السوري اليوم. إلى أي حد هذه المتغيرات استراتيجية؟ بمعنى عندما نرى بأنه كثير من الأصوات الإسرائيلية تتحدث عن مرحلة جديدة وصلت إليها الأمور في هذا الصراع، عندما نرى بأن الشباب هذا الجيل الجديد في الضفة الغربية وفي أيضا فلسطينية 48 لديهم هذا النفس المقاوم، على الرغم من أنه كان في رهان على هذا الشباب، إلا أنه هذا الشباب كان رهانه هو الأقوى في الشارع وعلى الأرض. وزير الحرب الإسرائيلي يتحدث عن أنه الحديث عن معنى السلام الواسع هذا غير موجود وغير واقعي، الحل هو بأنه يكون في كيانين كما سماهم.
هي التطورات كيف ممكن نعكسها ونقرأها في التحليل السياسي وأنتم كفصائل مقاومة؟ يعني لابد من الإشارة أن عناصر القوة التي ظهرت منذ معركة سيف القدس لدى الشعب الفلسطيني تزداد يوما بعد يوم وتربك الاحتلال، والاحتلال نفسه يعترف أن الخطر الرئيسي على كيانه هو الشعب الفلسطيني. لذلك هذا الخطر الديموغرافي كمان يؤثر على يعني مستقبل هذا الكيان. عناصر القوة لدى محور المقاومة زادت، محور المقاومة الذي كان منشغلا خلال السنوات الماضية بحرب كونية في سوريا، بإرباكات في عدد من الساحات. الآن لا، محور المقاومة في ظل التجاذبات الدولية والإقليمية يشكل محورا ليس إقليميا فحسب، بل محورا إقليميا له تأثير قوي في التجاذبات الدولية، وخاصة ما يحدث من عملية عسكرية في أوكرانيا أو الصراع الجاري بين روسيا والولايات المتحدة، والعمل الدؤوب من أجل إنهاء سياسة القطب الواحد إلى تعدد الأقطاب. نحن نعتبر أن عناصر القوة هذه لدى الفلسطينيين ولدى محور المقاومة، وهنا لابد من الإشارة، الفلسطينيين جزء من قوة محور المقاومة، ولولا محور المقاومة لما وجدنا هذه قوة الصواريخ الردعية في غزة وقوة المقاومة في غزة، لما وجدت استمرار المواجهة من قبل فصائل وقوى في جنين ونابلس وكل هذا، وهناك شراكة حقيقية، هناك اشتراك مباشر وغير مباشر لدى محور المقاومة، ليس كما يتصور البعض أنه يجب أن تطلق الصواريخ من شمال فلسطين من حزب الله أو من إيران أو من سوريا أو من اليمن. هناك بالفعل محور مترابط متكامل، كل له دوره، لكننا نحن كفلسطينيين المسؤولية الوطنية الأساسية علينا وتأكيد هذا الترابط، وهذا لا يفيد الفلسطينيين فحسب، وإنما يفيد محور المقاومة ويوظف بالتجاذبات الإقليمية والدولية في ظل هذه الصراع. وأنا رح أرجع لسؤالي الذي لم أطرحه عندما قلت أنه صار في جبهة وحددها جغرافيا. نعم. أستاذ خالد عبد المجيد، الآن كيف نلمس، ما هي الترجمة لهذه البقعة الجغرافية اللي حددتها أو الكيانات أو الدول على الأقل؟ نعم. ما هي الترجمة الفعلية لها؟ الحرب إن لم تكن تقليدية ولم تعد تقليدية الآن، كيف تترجمها هذه الجبهات اللي ذكرتها، حزب الله، سوريا، إيران، اليمن، الناس حتى ضمن هذه الدول أو على الأقل المتعاطفين أو الذين مقتنعين بهذا التكتل المقاوم، يقولون بأنه نريد أن نرى شيئا على أرض الواقع، اقتصاديا، عملا مشتركا. نعم. ترجمة. نعم. لهذه الأفكار التي تطرح على الأقل من القائمين على هذا المحور. في الفترة السابقة وبالسنوات السابقة أثمرت هذه العلاقة وهذا الترابط باستنهاض الشعب الفلسطيني مجددا، بعد أن تم يعني نسيان القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. بالعكس، الآن القضية الفلسطينية عادت حاضرة في الأوضاع والسياسة الدولية والسياسة الإقليمية، وأصبحت عنصر قوة لمحور المقاومة. في هذا المجال لابد من الإشارة أن الأزمات التي تحصل في المنطقة، أزمات سواء سياسية، منع الحلول السياسية في اليمن، منع الحلول السياسية أو تعطيل الحلول السياسية بسوريا، بلبنان، بالعراق، كل هذه الأمور محاولات من قبل أمريكا وحلفائها لتعطيل وتأخير حالة النهوض وإرباك هذه الدول. لذلك نلاحظ الآن أن ما جرى مثلا في العراق من انتخابات، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم أن حلفاء وأصدقائها حققوا نجاح بأكثرية معينة بالتحالف مع السعودية ومع جهات محلية، لم ينجحوا في لبنان في الانتخابات، لم ينجحوا في سوريا رغم كل الحصار والعقوبات وقانون قيصر في إخضاع الشعب السوري، لم ينجحوا في اليمن التي تشكل قوة ردع في مواجهة التحالف، وبالتالي والآن في مخطط بشمال سوريا ومخطط بجنوب سوريا لإشغال سوريا مجددا أو محاولة إرباكها مجددا في ظل الصراعات الدولية، لأنهم بيعتبروا الولايات المتحدة أن سوريا منطقة نفوذ لصالح روسيا وحلفائها، ولذلك يفكروا
من جديد بمحاولة استنزاف سوريا عبر ما يقوم به أردوغان بالشمال وعبر يعني التحرك الذي يجري في جنوب والكلام عن مخطط إسرائيلي أمريكي لجنوب سوريا يمتد من الجولان إلى التنف وما إلى ذلك. هذه الأمور نعم محاولات، إضافة لذلك الوضع الاقتصادي، مزيد من الحصار والعقوبات على دول ومحور المقاومة. وهنا تأتي عملية التكامل، يعني هنا مسؤولية كبيرة على حلفاء سوريا وتحديدا روسيا وإيران بالتفكير جديا بكيف يتم معالجة القضايا الاقتصادية، لأن القضايا الحرب الاقتصادية تشكل خطرا حقيقيا مثل الحرب. رح أرجع لهالنقطة بعد هذا التقرير الأخير لو تكرمتم. غير عسكري. سيئة الحظ تلك البلدان التي تضعها الجغرافيا في موقع بلد كتركيا يبحث فيها عن عمق خارج حدود البلاد وعلى الطريقة التوسعية. في الزمن الأردوغاني يصبح البلد الأوروبي يحتم أن يعتاش إما على المخيمات أو على رسم التناقضات وربما على تسميات العمليات بأهداف تكتيكية موجهة للداخل التركي. يستمر أردوغان باللعب على التناقضات الدولية لتثخين الكباش السياسي، وهو ما دأب عليه في سياسة تركية ستجدها في كل بقعة جغرافية من سوريا إلى ليبيا وكرباخ لتحقيق نصر سياسي على قاعدة تدوير ما يمكن تدويره من النفايات الإرهابية في العالم أجمع. رجب طيب أردوغان يعتقد أن الظروف تبدو مواتية لقرع طبول الحرب في شمال سوريا بهدف إنشاء ما يسمى منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في وقت لم تتأخر دمشق في رفع بطاقتها الحمراء في وجه الغاز من خلال تحركات وحشود عسكرية سورية وروسية وتعزيزات على مختلف الجبهات باتجاه الشمال والشرق، واجتماعا أجري مؤخرا بين وزيري الخارجية التركي والروسي ليبث الأخير رسالة سياسية طابقتها تحركات الميدان بأن لا سبيل سوى العودة لاتفاق أستنا وسوتشي وسحب كل الإرهابيين من مناطق خفض التصعيد المتفق عليها. ومن جهة أخرى يتحدث محللون أن قسد بدت ترسل رسائل مترنحة إلى دمشق في وقت استشعرت نفسها بخطورة ما يسره أردوغان وكذبة الحماية الأمريكية بفارق وضوح الطريق إلى دمشق. عدة تطورات إقليمية أحاطت بالمشهد السوري أهمها التطورات في الشمال السوري، كيف يرى ضيفاي هذه التطورات والعدوان التركي المتكرر على الأراضي السورية، لا سيما أنه هذه المرة كان هنالك عدم رضا أيضا دولي وخروج عن التفاهمات التي كانت واصلة وحاصلة في مسار أستنا وسوتشي؟ بيان الخارجية السورية كان واضحا بهذا الاتجاه، التصريحات الأمريكية والروسية كانت واضحة على الرغم من أنها بقيت ضمن التصريحات، لكن أسأل الدكتور سعيد دودين فيما يتعلق برؤيته لمستقبل المنطقة بعد هذه التدخلات التركية والعدوان التركي المتكرر على المناطق السورية، كيف ترى مستقبل هذه المنطقة دكتور دودين؟ زميلة الكريمة، أولا أنا أتمنى عند الحديث عن عدوان تركي، لا يا سيدي، هذا ليس عدوانا تركيا، هذا عدوان حلف شمال الأطلسي. الاتفاقيات واللوائح الداخلية في بروسل تمنع من قيام أي عضو بأي عملية عسكرية أو عدوان دون موافقة حلف شمال الأطلسي. ما يقوم به هذا المختل اليميني المتطرف أردوغان هي الترجمة العملية لاستراتيجية حلف شمال الأطلسي، والتي أعلنها القائد السابق. أنا أذكرك، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي الجنرال ويسلي كلار أعلن أن لديه أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات، وسوريا كانت على الرقم الثالث بعد العراق وليبيا على هذا. وضعنا
كلمته بسبع لغات بالشبكة الداخلية. ما ذكرت كما يطلق عليه الحدود السورية التركية هي حسب هذه القوانين والاتفاقيات هي الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي. وأذكرك الزميلة الكريمة، عندما يحلم هذا المختل بأنه مهدد يتصل آنذاك بميركل وترسل له قواعد صاروخية وطائرات أباكس. ما أتمنى أن هذا العدوان هو عدوان ثلاثي يقود حلف شمال الأطلسي ضد شعبنا. نسبة القوى هي التي تحسم هذا الصراع. والسؤال هو ألا زالت هذه المجموعات الفاشية من الجلابين باستطاعتك الاستماع في عشوائية آل سعود ومشاهدة كيف يتم بيع المرتزقة بالمزاد العلني لإرسالهم كقتلة ومجرمين إلى سوريا؟ لا زالت البنية التنظيمية قائمة، لا زالت البنية التمويلية. وأذكر بأن أحد مجرمي الحرب، وأنا أعسف لأن القضاء الشعب السوري لم يصدر أمر اعتقال، وقف أمام عدسة الكاميرا وقال قطر دفعت 97 مليار لتمويل الحرب على سوريا. هذا مجرم، هذا مجرم حرب، ويجب إصدار أوامر باستطاعة القضاء السوري إصدار أوامر اعتقال. أذكر بأنه صدر في أوروبا ضد أبي دختر وهو أحد قيادات مستعمرة العنصريين الصهاينة أمر اعتقال ضد ليفني، صدر أمر هذا ممكن. ولكن أمنيتي أن أوجه عبر هذا البرنامج نداء للأحبة في النشطاء في حركة السلام في أوروبا. لقد نجحنا بإصدار قانون في إسبانيا يمكن المستعمرين من أصول سفردية، وهم 32% من سكان مستعمرة العنصريين الصهاينة، بالعودة والحصول على الجنسية الإسبانية. لدينا سلسلة أبحاث عن أماكن جلب المستعمرين. أنا أتمنى على النشطاء في حركة السلام وحركة مناهضة الفاشية التوجه إلى الاطلاع على قانون البرلمان الإسباني والتوجه إلى البرلمانات الوطنية وطلب تبني هذا القانون. وأنا أعلم أن حكومة مستعمرة الصهاينة تمارس ضغوطات رهيبة جدا، على سبيل المثال في للحيلولة دون منح السفارة الألمانية الفيز لمواطنين من أصول ألمانية للعودة إلى أوطانهم. يتم ممارسة ضغوطات ضد السفارات للحيلولة، وأنا أعلم أن هناك عشرات الآلاف من سكان مستعمرة العنصريين الصهاينة لا يريدون أن يتحولوا إلى ذخيرة بشرية في حروب هذه المستعمرة العدوانية. أناشد كافة الأحبة الانضمام إلى حركات السلام، حركات مناهضة الفاشية والحروب العدوانية، والتوجه إلى البرلمانات المحلية لتبني قانون البرلمان الإسباني بإعادة هؤلاء المستعمرين من أوطاننا المحتلة. طيب شكرا. بسؤال الأخير الأستاذ خالد عبد المجيد، اليوم كل هذه التطورات التي حصلت على الأرض السورية، وقبل قليل قلت أنه هي واحدة من جبهات القتال يلي ما لم يستطع العدو بغض النظر يعني عن جغرافيته أن يدخل إلى هذه الأرض. هلأ بدنا نسأل أين هو المستقبل؟ تهديدات في الجنوب، تهديدات في الشمال، اليوم الوضع الاقتصادي في الداخل السوري صعب، حرب بين روسيا وأوكرانيا، أين مستقبل سوريا ضمن كل ما يجري؟ وتحديداً أن الرئيس التركي وتركيا تملك أوراقاً تستطيع العمل عليها بشكل كبير، ما هو مستقبل هذه المنطقة؟ هناك وهم وأحلام لدى أردوغان ولدى الكيان الصهيوني بأنهم يستطيعوا فرض وقائع جديدة في سوريا بعد 11 عاما من هذا الصراع، ولذلك هم
بالاتفاق، وأنا بتفق أن ما يجري بالشمال هو يعني حرب من الناتو وليس فقط من أردوغان. أردوغان أداة تنفيذية ولأطمع له مصالح فيها، يعتقدون واهمين أنهم يستطيعون أن يفرضوا وقائع، سواء الوقائع هاي كانت بشمال سوريا كما يحلم أردوغان للسيطرة واحتلال جزء من الأرض السورية، وكذلك بالجنوب من خلال هذا الوجود الكيان الصهيوني بالجولان ووجود قاعدة التنف في الصحراء السورية. يعتقدون واهمين أنهم يستطيعوا أن ينفذوا مخططا جديدا يستطيعوا تقسيم سوريا مجددا من خلال ما يجري من كذلك صراعات دولية ومحاولة إرباك روسيا في الساحة السورية. هذا الوضع ليس له مستقبل، لأن هناك قرارا سوريا شعبيا وحكوميا دولة بكل مكوناتها وحلفاء لسوريا يرفضوا هذا المخطط، وعبر ذلك هذا الموقف الذي سمعناه من الخارجية السورية الذي يؤكد تصميم سوريا على مواجهة هذا الاحتلالات في الشمال ومواجهة أي مخطط لقوى معادي. كذلك سمعنا من موقف روسي وموقف إيراني الذي كان سابقا هناك تفاهمات بين تركيا وروسيا وإيران تتعلق بشمال سوريا ومصالحات وما إلى ذلك. هناك خرق كبير من قبل أردوغان لهذه التفاهمات. كيف ستتصرف روسيا وإيران إزاء هذا الخرق وإزاء هذه السياسة التركية، وبتقدير أنهم سيواجهوا تركيا بشكل أو بآخر وسيمارسوا الضغوطات، وبدأت بعض المهام والأعمال العسكرية حتى أولا من قبل المقاومة الشعبية السورية التي ترفض هذه الاحتلالات، هذه تتنامى وبتقديرنا ستتصاعد أكثر، وإضافة إلى الدور الذي قام به الطيران الروسي خلال الأيام والأسابيع القادمة على العديد من المواقع بما في ذلك مواقع كان يتواجد فيها جنود أتراك، وقتل جنود أتراك في هذه العملية. وهذه رسالة واضحة من روسيا، لأن روسيا لا تعتبر أن ما يقوم بها أردوغان فقط يستهدف سوريا فحسب، بل يستهدفها وكذلك إيران. فبتقديري حتى لو تصاعد هذا الصراع وهذا التوتير في الشمال لن يحقق لا أردوغان ولا أمريكا وإسرائيل في الجنوب أهدافهم. قد يؤدي ذلك إلى خسائر، قد يؤدي ذلك إلى يعني بعض الإرباكات لسوريا ولحلفائها في المنطقة، لكن هناك موقف موحد في مواجهة هذه المخططات الجديدة، لأنها لا تدخل فقط في إطار الصراع المحلي بل تدخل في إطار الصراعات الإقليمية والدولية. ولذلك نعتقد أنه ستكون هناك يعني مواجهات في المرحلة القادمة، لكن سوريا ستخرج منها، لأن هذا الوضع الذي نشأ هو وضع جديد في ظل الصراع في أوكرانيا. إضافة إلى ذلك في موضوع يتعلق بالوضع الاقتصادي، بالوضع الاقتصادي الذي يتعلق بسوريا، أنا اطلعت على بعض الإحصائيات، ورغم الأزمة وتأثيرها الكبير على الحياة الاجتماعية في كمواطنين، إلا أن الأمن الغذائي في ضوء الحرب في أوكرانيا، الأمن الغذائي سيطال العديد من الدول قبل الأزمة الغذائية قبل سوريا. مثلا مصر ستكون أول دولة من الدول، إفريقيا دول إفريقيا ستكون، بعدها ستأتي تونس، بعدها ستأتي لبنان. يعني إذا كان هناك في إرشاد حقيقي للحكومة في إطار الموضوع الإنتاجي والزراعي وكذا، سوريا بلد خيرات، إذا تم يعني التصرف الصحيح في معالجة هذه الأزمة تستطيع سوريا أن تتفادى الأزمات القادمة، وهذه مسؤولية الحكومة السورية في المرحلة القادمة. أشكرك جزيل الشكر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني سيد خالد عبد المجيد، شكرا لوجودك بالاستوديو. أهلا فيك. وشكر أيضا للدكتور سعيد دودين عبر خدمة سكايب من برلين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام هذه تحية، إلى اللقاء.